أصدرت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم عقوبات ضد ناديي الوحدات وسلط على خلفية أحداث المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية ضمن منافسات دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم. قررت اللجنة التأديبية تغريم نادي السلط أكثر من 3000 دينار إضافة إلى قيمة الأضرار التي لحقت بمقاعد ملعب الملك عبد الله الثاني في الجويسمة التي بلغت قيمتها نحو 30,000 دينار. كما قرر الاتحاد إيقاف لاعب نادي السلط موسى الزعبي لمباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 1,000 دينار بسبب مخالفات ارتكبها اللاعب بعد نهاية المباراة. وقرر الاتحاد تغريب نادي الوحدات مبلغ 3,750 دينارا إضافة إلى قيمة الأضرار التي لحقت بمقاعد مدينة الملك عبد الله الثاني والتي قدرت ب1,000 دينار. للحديث أكثر عن قرارات اللجنة التأديبية ينضم إلينا رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المحامي السيد عمر زرو. مرحبا بك يا سيد عمر، مساء الخير. يعني في البداية كان في حديث كبير أثار هذا القرارات، تلك القرارات أثارت الشارع الرياضي، وحديث عن الأرقام، عن العقوبات، تغليظ هي عقوبات مغلظة، مبالغ مرتفعة، والختام بهل تلقيتم اعتراضات رسمية على القرار ومن من؟ أول شيء شكرا أخ معن لاستضافتي على تلفزيون المملكة. مرحبا. وشكرا تلفزيون المملكة لاستضافتنا. أنا رئيس اللجنة التأديبية مش البطولات، يمكن ذكرت أنت. اللجنة التأديبية هي لجنة قضائية، اللجنة القضائية عندها لوائح مقررة من الهيئة العامة اللي هن كل القائمين على لعبة كرة القدم، الأندية المميزين الداعمين للرياضة، وبقروا لوائح لكل موسم. نعم. حضرتك تفضلت وذكرت قلت العقوبات مغلظة، كمان بس للتوضيح، لائحة العقوبات المقررة من الهيئة العامة لاتحاد الأردن لكرة القدم محدد العقوبات. فإذا احنا بكون عقوبتنا 500 دينار هي بموجب نص موافق عليه من الهيئة العامة. هلا احنا معنا الحق نزيد العقوبات، ولكن احنا لم نتخذ يعني تشديد عقوبات غير اذا في تكرار، وفي عندنا آلية باللجنة التأديبية من المتابعة مع الاتحاد ببين اذا النادي كرر المخالفة او اللاعب كرر المخالفة. طب هل وصلكم اعتراضات؟ اعتراضات رسمية لم يصلنا، ممكن تليفونات انه ليش العقوبات بالقيمة هاي إلى آخره. بس قبل ما أحكي وصلنا عقوبات لا، كمان بدي أذكر على شغلة أنت حكيتها. أنت بتقول أو كما ذكرت في شفنا على وسائل الإعلام السوشيال ميديا حكوا كتير أنه التكلفة مبالغ فيها، العقوبات، الأضرار. اللجنة التأديبية بتأخذ قرارها بتقول العقوبة على المخالفة اللي صارت، وهاي العقوبة بتكون مبنية على تقرير المباراة وتقرير المراقب والتقرير الأمني، وهي هم موظفين، يعني تقرير المباراة من الحكم وتقرير المراقب هو موظف بالاتحاد الأردني وبكون عارف وظيفته وبكتبه خطي وهو مسؤول عما ورد فيه. احنا كلجنة بنمسك التقرير هذه، بناء على التقرير بنشوف تكييف المخالفة، بنشوف النص المناسب ونصدر العقوبة. بالعقوبة اللي أصدرناها على نادي السلط وحصلت قبل كمان هذه أكثر من مرة، تخريب المقاعد، تكسير الملاعب. طب إحنا بنرجع بنقول إحنا نلعب رياضة، وين الأخلاق؟ وين الأداب؟ وين احترام الآخرين؟ طب يعني داخل الناس يحضروا مباراة بدهم يكسروا كراسي؟ النص واضح بيقول الغرامة على النادي وقيمة الأضرار كما تقدره الجهات المعنية. أجانا تقرير مش عاجبنا، نطلب من الاتحاد تشكيل لجنة ويجيبوا السعر المناسب من المصدر. وحتى قرارنا اللي وجه يعني أرسل إلى نادي السلط بكتاب من الاتحاد كفرينج لتر مع قرار اللجنة بيقول كما تقدره الاتحاد أو اللجنة المختصة حسب نص المادة 97 من اللوائح. فإحنا ما في بقرارنا حطينا 20,000 ولا 30,000. وسائل الإعلام، لكن في قرار من الأمانة، أمانة عمان أو الجهة المسؤولة عن ملعب مدينة الملك عبد الله الثاني بمبلغ 30,000 دينار. هل هو قرار ملزم؟ لا، هو أول إشي 30,800 وإشي على 64 كرسي. نعم. إحنا يعقل أن الكرسي الواحد سعره 475 دينار. 464 ما بعرف قديش سعره، أنا مش خبير بالكراسي. إحنا بنطلب من الاتحاد بروح بجيب مين وكيل هاي الكراسي وسعرها الفعلي وسعرها الأول مرة،
وبناء عليه بحمل الجهة اللي ضررتها. لكن هذا الرقم رئيس اللجنة التأديبية مزبوط. احنا هذا وبالتالي تستند الى معطيات كي تخرج بمخرجات. نعم، ولكن احنا بقرارنا هل اعتمدنا التقرير اللي وردنا من المنشآت الرياضية اللي بقول 30800؟ ما اعتمدنا. احنا طلبنا من الاتحاد بتوجيه كتاب او متابعة او تشكيل لجنة من عنده يجيب الاسعار الفعلية. احنا عشان طبعا ذكر الاسعار الشفافية. لانه كي لا يداهمنا الوقت، الموضوع في نقاط عديده. قرار الامانه او المدينه او الجهه المختصه ملزم او لا؟ نعم او لا؟ لا لا لا، مش للجنه التاديبيه. للجنه التاديبيه طبعا. لا، هذا خلينا نقول برفعوه الجهه المتضرره عشان الطالب بالتعويض، ولكن اللجنه التاديبيه لها ان تاخذ فيه او ترفضه او تطلب سعر ثاني. احنا دائما نطلب سعر ثاني، فلم نغرم أي نادي بمبلغ قبل ما نكون تحققنا منه. تم التحقق من جهة خارجية؟ لسه. إحنا بموجب الكتاب اللي أرسل لنادي السلط أو القرار، والاتحاد بيقوم بواجبه بيستدرج عروض بالأسعار المضبوطة، وبناء عليه بيرفع كتاب للنادي بيقول له هاي الأسعار المضبوطة وإحنا هيك بدنا بكم تتحملوها. يعني هو الموضوع فقط على جلب أسعار عروض سعرية من جهات معينة، ولا لجنة تذهب إلى الميدان إلى الملعب إلى المدينة تعاين وتقيم الأضرار؟ الأضرار أوريدي معاينة. الأضرار تعاين من المراقب. المراقب بعد المباراة بضل ساعة مرات ساعتين، طلع عاين الأضرار كتبها برفعها للاتحاد. الاتحاد بستنى قرار اللجنة. بناء على قرار اللجنة برجع بطلب أسعار من الجهات الموردة أو الوكيل لهذه الكراسي أو من الجهة اللي مركبتهم أول مرة عشان يصلحها للجهة اللي تضررت. ما بيعتمد على كتاب الجهة اللي تضررت. يعني الجهة اللي تضررت بتقول حقه 30,000 دينار، يمكن يطلع حقهم 10,000، حطهم 6,000، أنا ما بعرف فيهم. فإحنا بنستنى بموجب قرارنا اللي راح لنادي السلط ولنادي الوحدات، ونصه واضح إذا بتقرأه للجمهور وللأندية بيكون واضح، بقول لك إنه بعد إذنك يعني بس صدر. بقول تغريم نادي السلط مبلغ 500 دينار بالإضافة إلى قيمة الأضرار وفقا للتكاليف الإصلاح تتم من قبل الملعب المعني أو من الاتحاد عملا بأحكام المادة 97. المادة 97 بتقول إنه بعد ما الاتحاد يتحقق من الأسعار يا بيصلحها وبخصمها من مستحقات النادي يا بيطلب من النادي يدفعها. بس نعم. ما بنعتمد على الكتاب. الجهة المتضررة بتقول لك أنا أبعت لك كتاب وقول لي أنا بدي منك 1,000,000 دينار، يعني صار بدي منك 1,000,000 دينار، يحكوا قد ما بدهم. ويعني مع احترامي للأندية لازم يطولوا بالهم. احنا ما اعتمدناه وصاروا يتناقلوا بوسائل الاعلام وعلى السوشيال ميديا، لأن الارقام كبيره وغير مسبوقه. وغير هيك الانديه عندنا تشكو سيد عمر من شح الامكانات الماليه، ودائما تتوالى العقوبات. على اي حال سنواصل حديثنا هذا، ولكن الان ساتحدث عن عقب صدور العقوبات. اصدر نادي السلط بيانا يعترض فيه بشده على العقوبات المتخذه ضده، ووصفها بالمجحفه وغير المنصفه. وقال السلط في بيانه ان النادي يتحفظ على ايقاف لاعبه بوسى الزعبي لمباراتين قبل مواجهه الصريح بساعات، بالاضافه الى ان اللاعب لم يرتكب مخالفه تستدعي ايقافه حسب النادي. واضاف البيان ان الغرامات التي اقرتها اللجنه التاديبيه مبالغ فيها، وخاصة مقاعد منصة الملعب الملك عبد الله الثاني والتي وصلت إلى نحو 30,000 دينار. للحديث أكثر ينضم إلينا السيد مهند الجزازي أمين سر نادي السلط عبر الهاتف للحديث عن البيان الذي أصدره نادي السلط. مرحبا بك سيد مهند. يعني في البداية الاعتراضات التي تقدم بها نادي السلط على قرارات اللجنة، ما هي تلك الاعتراضات؟ الله يسعد مساءك أخي الكريم، ويسعد مساء الزميل الفاضل الأستاذ عمر وجميع الأخوة المشاهدين. الحقيقة أن نادي السلط منذ أن تبلغ بقرارات اللجنة التأديبية المفاجئة لنا بالمضمون وبالتوقيت، فمن حيث التوقيت تبليغنا لتلك القرارات كان يوم أمس 13/12/2019 بالضبط، تم تبليغنا الساعة 4:10. ورغم انه القرارات التاديبيه الصادره عن اللجنه التاديبيه المحترمه كانت قد صدرت في يوم 12/2 يعني قبل بيوم، فتبلغنا فيها احنا ثاني يوم، وهذا كان يشكل
ضرر معنوي للنادي وللاعبين، فكان وقع تلك الغرامات المادية وإيقاف اللاعب المميز موسى الزعبي كان له تأثير كبير على الفريق بشكل عام، إذ أن التمرين الفريق كان قد انتهى الساعة الرابعة وتم وضع الخطة وتم تجهيز جميع المستلزمات الفنية والإدارية للمباراة المقبلة اللي حدثت اليوم معنا مع أخوان نادي الصريح. نعم. حقيقة احنا اعتراضنا كان من خلال البيان الصادر هو نتيجة لهذه الإجراءات الغير مسبوقة بأن يتم صدور قرارات اللجنة التأديبية بعد 4 أيام من حدوث الواقعة مع عدم التسليم بها يوم اللي كانت مباراتنا مع أخواننا في نادي الوحدات يوم الجمعة. نعم. وتم تبليغنا ثاني يوم من صدور القرارات، كان هذا سبب رئيسي أنه تداعت جميع جماهير نادي السلط للتوجه للنادي للاستفسار عن المغزى وراء هذا التأخير وراء هذه العقوبات وهذه القرارات التي تم تبليغها بشكل مفاجئ للنادي، فما كان منا إلا إصدار البيان يوم أمس والذي تم إخبار الوسائل الإعلامية والطلاع على الجميع. نعم عليه. نعم. الحقيقة أنه كان وقع كبير. نعم سيد محمد، وصلت الفكرة، عذرني لضيق الوقت، سأستكمل نقاشي مع ضيفي السيد عمر زارو رئيس اللجنة التأديبية. وكما تفضل السيد مهند وهو أمين السر لنادي السلط بأن هناك حالة من الاستهداف، ويستغرب في الدرجة الأولى أن التأخر في إخطار النادي وتبليغ النادي بإيقاف اللاعب الزعبي أنه يوم كامل تقريبا تم التأخير، وقبل انطلاق المباراة أو موعد المباراة بيوم لإخطار النادي، في خاصة أنه تم اتخاذ القرار في قبل يوم تقريبا، لماذا هذا التأخير؟ خلينا نكون واضحين بس عشان نقدر نحط كمان الوقائع الفاكت صحيحة. القرار صدر ب 12/2 كلجنة تأديبية. نعم. الاتحاد بلغوا ثاني يوم ولا بعد بيوم ولا اتاخر، هذا اجراءات اداريه بالاتحاد، ما انا ما بقدر اكون مراقب عليها، انا بقعد باجتماعي باخذ قراري بتبلغ بواسطه الاتحاد. يعني هل تعتقد انه خطا من الاتحاد بالتاخر ما بالتبليغ؟ ما بعتقد، ما صار سابقه بالتاخير، والتاخير يعني اذا تبلغوا على الساعه 3 ومباراتهم ثاني يوم، مش عم نحكي تبلغوا قبل المباراه بساعه ولا باربع ساعات. لكن سيد عمر انتهى التدريب كما قال الناطق، بغض النظر كلنا رياضيين وبنعرف انت لما تكون تحضر فريق متكامل لعبه جماعيه ما بتعتمد على شخص. انا بدي اعلق على لكن بس في هذه الحاله وانت رجل قانون بامتياز، الله يخليك، أنت منعت أو حرمت حق الاعتراض عندما تخطر قبل المباراة بأقل من 24 ساعة. بيقدر كان بيقدر يعترض، بس مش راح تلحق الاستئناف ينظر فيها. مظبوط، يعني بدنا يعني لازم يتعاون الاتحاد. إذن في هذه الجزئية خلنا نقول الاتحاد مع الأندية مع اللجنة التأديبية اللي بتعمل هذا عمل إضافي من أعضائي أو زملائي في اللجنة التأديبية، كلنا متبرعين من وقتنا، نتعاون كمنظومة كرياضة كاملة، مش بس اللجنة التأديبية والاتحاد لازم كمان عليه شغل، والأندية. طب الأندية مش عارفة إنه صار في مخالفة، ما هن عارفين، وعارفين إنه كمان لما يجي بدهم يعترضوا يقولوا العقوبة زيادة، العقوبة مثل لكن ما كإجراء رسمي النادي يعتمد في النهاية الإجراء الرسمي. مش هذا، أنا ما بتدخل بالإجراءات الإدارية تاعت الاتحاد، إحنا لجنة قضائية مستقلة أصدرنا قرارنا. لكن اليوم مثلا غياب موسى الزعبي كما تحدث أمين سر نادي السلط السيد مهند الجزازي أثر على الفريق وتعادل وفقد نقطتين في صراعه على اللقب، يعني باعتقاده وباعتقاد عدد كبير من جمهوره، وأنا أنقل وجهات نظر إنه ظلم الفريق بسبب هذا القرار. حتى لو له حق الاعتراض وضمن المدة، بدي أكون واضح معك، هذه مادة آمرة، المادة 70، لما يجي اللاعب اللي هو لازم يكون قدوة وأخلاق وتصرف للجمهور وللاعبين وللحكام ولمجلس الإدارة، يرش مي على صحفيين زي حضرتك أو غيرهم، طب حاملين كاميرات، ويصير في تهجم ويصير في مشادة لسانية بينه وبين هذا ويصيروا يفزعوا، أنت بدك تقول لي لو استأنف؟ لجنة الاستئناف لازم تتطلع، واضح القانون دقيقة، بتطلع طبقت لجنة العقوبات المادة 70
كما وردت وعندها التقارير طيب الخطية من المراقبين. سيد عمر لو استأنف باختصار، لو استأنف اللاعب اليوم ونفى كل ما قيل، أنا رأيي واضح جدا، لو تم نفي كل ما قيل من قبل اللاعب، قد ما ينفي في تقرير خطي، في موظفين قائمين عليه، في تصوير، في مراقب كاتب تقريره، حالف يمين بيقوم بوظيفته، لجنة الاستئناف لازم تتطلع بتقول اللجنة التأديبية طبقت نص المادة 70 بناء على البيانات اللي عندها أنا. فبالآخر إحنا ما نتوسع بالموضوع إنه وإحنا حرمنا حق الاستئناف. الغلط بضل غلط لو معه اليوم ولو معه أسبوع غلط. لكن السلط أكد على عدم وجود مراقب في المباراة. مش مزبوط الحكي، أنا تحققت منها شخصيا بعد ما حكوا معي بعض الأشخاص من نادي السلط من مجلس إدارة وكلهم خير وبركة. إحنا مش ضد أي نادي، إحنا حتى باللجنة التأديبية حتى النادي قال إنه الفريق يشعر بالاستهداف. ما بنطلع على الأسماء، إحنا بنأخذ قراراتنا بكل حيادية واضحين. نطلع عندي قرارات مكتوبة من موظفين اتحاد بيقوموا بعملهم، هن مأدين اليمين إن يقوموا بعملهم وبأخذوا دورات تدريبية إيش يشمل القرار تاعهم والحيثيات. حتى طلبنا من المراقبين السيد. ما يرضى يكتب بتقريره يعني يقول سمعت يعني عنها، لازم سألته شخصيا. الموضوع بحاجة إلى الموضوع؟ وقت طويل، وقت انتهى للأسف، وسنتابع ذلك في غضون الأيام المقبلة. السيد عمر الزرو رئيس اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، أشكرك جزيل شكراً الشكر. شكراً لكم لاستضافتنا وللتوضيح للجمهور ولزملائنا بالأندية جميعاً. ولازم يعرفوا الأندية اللجنة التأديبية باختصار لو سمحت، باختصار جداً، هي مش ضد حدا، هي لجنة قضائية محايدة. نعم كما من حق الجمهور أن يعرف أننا في المملكة نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، الاتحاد والأندية والمنظومة برمتها. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة الرياضية، نلقاكم بموعد جديد، إلى اللقاء.